Aïe, 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 aïe. Minasan, konnichiwa. Yasashii Nihongo no jikan desu. Kyou wa dai 27 ka desu. اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في الدرس 27 من دروس تعلم اللغه اليابانيه التي تاتيكم من راديو اليابان الدولي لي ان اتش كي وورلد. نرجو ان تستمتعوا معنا بهذا الدرس. والجمله الرئيسيه اليوم هي من الذي سيتزوج؟ بطله القصه هي الطالبه التايلانديه أنا. اليوم حضرت إلى منزل صديقتها ساكورا التي تطلعها على دعوة تسلمتها لحضور حفل زفاف. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 27 والجملة الرئيسية هي 誰が結婚するんですか? من الذي سيتزوج؟ 誰が結婚するんですか? 静岡の友達。へえ、いつですか? 来月 20日 よ。 アンナも一緒に静岡に行かない? إليكم شرح الحوار. أنا تسأل ساكورا. 誰が結婚するんですか? من الذي سيتزوج? 誰? يعني من. وأداة الاستفهام التي تسأل من الفاعل يعقبها الحرف المساعد نا. 結婚 هو الزواج سر هي صيغة المعجم من الفعل شيماس أي يفعل كيكون يعني زواج وشيماس يعني يفعل ومعا يشكلان فعلا معناه يتزوج نعم يا رندا هذه ملحوظة جيدة وقد علمنا أن خاتمة الجملة ندس تستخدم عند شرح أسباب أو أحوال كما علمنا أن الحرف المساعد ك في آخر الجملة يحول الجملة إلى سؤال وبالتالي ندسكا يستخدم عند طلب الشرح والتوضيح رأت أن الدعوة لحضور حفل الزفاف وطلبت من ساكورا شرحا عن من الذي سيتزوج بالضبط وتذكروا أن الفعل الذي يسبق ندس يجب أن يكون في إحدى الصياغ البسيطة الصيغة البسيطة هي صيغة الفعل التي لا تنتهي بمس أليس كذلك؟ ولذلك تحول الفعل كيكون شيمس أي يتزوج إلى صيغة المعجم كيكون سر نعم تعالوا نتدرب على نطق الجملة الرئيسية لهذا الدرس 誰が結婚するんですか? وساكورا تجيب شيزوكا نو تومودتشي صديقة في شيزوكا شيزوكا هي محافظة مطلة على المحيط الهادئ في وسط اليابان نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين تومودتشي يعني صديق أو صديقة إذن فإن ساكورا لها أصدقاء في شيزوكا ساكورا من مواليد مدينة شيزوكا بمحافظة شيزوكا وقد انتقلت إلى طوكيو عندما كانت في المدرسة الثانوية بسبب انتقال موقع عمل والدها وستتزوج إحدى صديقاتها في شيزوكا قريبا ورد فعل أن كان هكذا إنه أسلوب دارج لإبداء الفهم أو الاهتمام بما قيل متى؟ هي أداة الاستفهام متى وجاءت في صورة سؤال إذ أضيف إليها الذي يختم الجملة في الكلام المهذب مضافا إليه الحرف المساعد ق الذي يحول الجملة إلى سؤال هي جملة تستخدم بكثرة بمعنى متى وساكورا تجيب في 20 من الشهر القادم يعني الشهر القادم الشهر الحالي يعني والشهر الماضي يعني ثم قالت أي اليوم العشرون ولكن أليس العدد 20 هو نيجو؟ هناك حالات في اليابانية تتغير فيها طريقة لفظ العدد عند ذكر الأيام 20 يوما يعني هاتسكا احفظوه كما هو وختمت الجملة بالحرف المساعد يو الذي يضاف في آخر الجملة عند توصيل معلومة لا يعرفها المخاطب أنّامو 一緒に静岡に行かない لما لا تذهبين معي يا أنّا؟
أن هي أن مو هو حرف مساعد يعني أيضا إيشو يعني معا ني هو الحرف المساعد الذي يدل على الوسيلة شيزوكا هي شيزوكا ني هو حرف مساعد يدل هنا على المكان إيكاناي هو الأسلوب الدارج من الفعل إيكيماسن أي لا يذهب أي أنها صيغة ناي من الفعل إيكيماس أي يذهب بالضبط برفع نبرة الصوت في نهاية صيغة ناي من الفعل تتحول الجملة إلى أسلوب الدعوة أما للدعوة بطريقة مهذبة فقولوا إيكيماسنكا لما لا نذهب معا؟ والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 27 مرة أخرى والجملة الرئيسية هي 誰が結婚するんですか? من الذي سيتزوج? 誰が結婚するんですか? 静岡の友達。へえ、いつですか? 来月20日よ。アンナも一緒に静岡に行かない? الفقرة التالية هي شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس اليوم أريد أن أحفظ طريقة ذكر أيام الشهر إذن لنسأل الأستاذة تقول الأستاذة توكونانا اليوم الأول من الشهر يقال باليابانية تسويتاتشي المعنى الأصلي للكلمة هو يوم طلوع القمر ويقصد به أول أيام الشهر إليكم طريقة ذكر أيام الشهر من اليوم الثاني إلى العاشر الثاني فتسكا الثالث ميكا الرابع يوكا الخامس إيتسكا السادس مويكا السابع نانوكا الثامن يوكا التاسع كوكونوكا والعاشر توكا هل لاحظتم أن هذه الأسماء مشابهة لطريقة عد الأشياء التي درسناها في الدرس السابع والمنحدرة من أسماء الأعداد القديمة؟ من اليوم الحادي عشر فما فوق الأساس هو إضافة اللفظ نيتش أي يوم إلى العدد الحادي عشر يعني جويتشي نيتشي ولكن اليوم الرابع عشر يقال هكذا جيويوكا واليوم العشرون هاتسكا والرابع والعشرون نيجيويوكا كنا مع شرح الأستاذة الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية اليوم نتعرف على اثنتين من كلمات محاكاة أصوات الحيوانات هذا الصوت مثلا لأي حيوان؟ وان 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 لا أعرف الإجابة هي نباح الكلب وماذا عن هذا؟ نيانيا إنه مواء القط إجابة صحيحة كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية وتعرفنا اليوم على وان وان و نيا نيا آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم تقرر أن أذهب إلى شيزوكا مسقط رأس ساكورا اعتقدت أنني سأحضر حفل الزفاف مع ساكورا ولكن تبين أن من لم يتسلم دعوة لا يمكنه الحضور بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 27 وكانت الجملة الرئيسية فيه 誰が結婚するんですか? من الذي سيتزوج؟ في الدرس القادم ستتوجه أنا وساكورا إلى شيزوكا وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World سيونارا